والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. رجاء رمزي والتفاصيل رجاء. شكرا محمد، شكرا هبة. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وزير الشؤون البحرية والجزر اليونانية ميلتاديس فارفيتسياس سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك. جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول في اليونان. خلال اللقاء استعرض الفريق ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس ومستجدات مشروعات القناة وأيضا خطط تنموية. وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على فتح أفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شراكات مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية. أوضح رئيس الهيئة أن الشراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة شركات في اليونانية لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تجسيدا للتعاون المصري اليوناني في المجال البحري وإضافة قوية لمنظومة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس. من جانبه أكد وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني أكد أن قناة السويس ستظل أحد المحاور الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية، وأشاد بما تتمتع به القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها لتؤهلها للقيام بدورها الحيوي على الوجه الأمثل، معربا عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس. أدرج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أدرج دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أصدرته مصر خلال فعالية يوم التمويل في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 كأبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في العام 2022، أيضا تعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية. ذكر التقرير أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أصدرته الحكومة بالتنسيق مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد لتعزيز التمويل المناخي وتيسير الاستثمارات التي تحقق أهداف العمل المناخي. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة بلغت 1.68% لتصل إلى 75.36 دولار، كما انخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.73% لتصل إلى 70.55 دولار للبرميل، فيما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.24% لتصل إلى 2.44 دولار للتر هذا. وأيضا تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.88% مسجلة 2.61 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن الطاقة الإنتاجية للنفط للبلاد تبلغ حاليا 5.4 مليون برميل يوميا، وأن بغداد تهدف إلى تعزيزها. وأضاف وزير النفط العراقي على هامش مؤتمر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في فيينا، أكد أن العراق يتطلع ضمن خطط واعدة لرفع طاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا، وذلك
من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة. تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاضات الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام 2021، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي. وأضافت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري انخفض بنسبة بلغت 7.3% لتصل إلى 69 مليار دولار، فيما انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة بلغت 2.3% لتصل إلى 316.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2021، فيما انخفضت أيضا الصادرات بنسبة بلغت 0.8% لتصل إلى 247.1 مليار دولار. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى هبة ومحمد، فإليكم. أشكرك رجائي.